قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير يأمل في أن من جميع الدول الأعضاء في المنظمة دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء. وأكد المتحدث باسم غوتيريش أن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية هورست كولر تتم بتفويض من مجلس الأمن. وجاء هذا التأكيد ردا على سؤال حول إعلان دعم المسار السياسي الحصري للأمم المتحدة الذي تبنته يوم الاثنين 37 دولة إفريقية مشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي بمراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر المتحدث باسم الأمين العام في هذا الصدد بعقد مائدة مستديرة ثانية في جنيف الأسبوع الماضي حول قضية الصحراء المغربية بمبادرة من السيد كولر، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي عملي مستدام وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.